طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. من يمن مونيتور: تحذيرات من انسحاب وحدات من الجيش الذي يواجه الحوثيين إلى عدن. صحيفة عربية تقول إن مواجهات عدن دخلت مرحلة خطيرة وتحولت إلى حرب شوارع وسط المدينة. ومن المشاهد نت: سقوط آخر تمركز عسكري لجماعة الحوثي في مديرية الصلو. محافظ حضرموت يقول: يا الشرق الأوسط، حضرموت لا تخفي أي سجون سرية لدول التحالف العربي. أهلا بكم. يتساءل موقع بوست في تقرير خاص: ما يجري في أول مدينة تم تحريرها وعادة الأمل لليمنيين؟ ويقول الموقع: أحداث عدن، ما الدروس المستفادة؟ وقال الموقع أن الأحداث التي تشهدها مدينة عدن ألقت بظلالها على المشهد في اليمن منذ 28 من يناير الجاري، واستأثرت بالاهتمام بالملف اليمني أكثر من أي وقت مضى، وبدأت الفوضى والعنف والدماء هي العناوين والمعالم البارزة هناك في ظل غموض موقف دول التحالف العربي والمجتمع الدولي مما يجري. ويتابع الموقع بوست من الملفت أن أحداث عدن جاءت عقب تحركات دولية للأطراف المهتمة بالملف اليمني، على رأسها الرباعية التي عقدت اجتماعها في باريس هذا الشهر. التطورات التي شهدتها عدن جاءت بنفس الطريقة والنمط التي اتبعتها ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء قبيل سقوطها في 21 من سبتمبر أيلول 2014، فقد رفعت الجماعة الحوثية شعارات مكافحة الفساد ضد حكومة باسندوة، وأنها تستهدف تغيير الحكومة الفاسدة ولا علاقة لها بالرئيس عبد الرب منصور هادي، وهو نفس السيناريو الذي ردده قادة المجلس الانتقالي في عدن وحشدوا في سبيل ذلك أنصارهم ومقاتليهم. فهم كما يزعمون يطالبون بإسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر التي يتهمونها بالفساد، مع إقرارهم بشرعية الرئيس هادي وتأكيدهم بأنهم يعملون مع التحالف العربي الذي يدعم الحكومة نفسها، ويتواجد قادة عسكريين من ضباطه في مدينة عدن. نقل موقع عدن الغد الذي يتابع مجريات المواجهات في العاصمة المؤقتة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن تشهد استقرارا، وباتت تحت سيطرة القوات الأمنية والعسكرية بشكل كامل في مختلف مديريات عدن. وقال المصدر في تصريح خاص لموقع وزارة الداخلية: نطمئن كافة الأهالي في العاصمة عدن أن الأمن مستتب ومستقر في كل مديريات عدن، لذا عودوا لممارسة حياتكم بشكل طبيعي في عدن، الأمن والسلام. ودعا كافة المواطنين إلى عدم التعامل مع الشائعات المروجة للفتنة والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وخلخلة النسيج الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد. من البداية، لماذا تم السماح بإنشاء الأحزمة الأمنية كجيش في مواجهة جيش الشرعية؟ هكذا يتساءل وزير الثقافة الأسبق خالد الروشان في مقال ورد في موقع قناة بلقيس مضيفا: إذا تم تقسيم اليمن ستهرب أم القوين. ردة الفعل الباردة من التحالف على معارك عدن شجع على استمرارها حتى اللحظة. لم يتعلم التحالف الدرس ولا يريد، سقطت صنعاء قبل ذلك تحت سمعه وبصره، ويتم اليوم جرجرة عدن وسحبها لنفس الحفرة لنفس النهاية تحت سمعه وبصره أيضا. من البداية، لماذا تم السماح بإنشاء الأحزمة الأمنية كجيش في مواجهة جيش الشرعية؟ لماذا فعلت الإمارات ذلك؟ تكافئون الانقلاب الحوثي بالانفصال، يا لها من جائزة كبرى ينتظرها متربصا فاتحا فاه، ينتظر التفاحة حتى تسقط في فمه، بينما تهزون الشجرة بلا أدنى مسؤولية. أنتم تقتلعون الشجرة ولا تهزونها فحسب يا عديمي المسؤولية، تتفرجون وهم يحاصرون القصر الرئاسي الليلة، ستندمون. ثقوا، إذا تم تقسيم اليمن ستهرب أم القوين وسيهرب رأس الخيمة ويطير، حتى الدمام ستسيل دما ولا يبدو أن أحد يتعلم. ينبه تقرير لموقع يمن مونيتور لواحدة من نتائج الحرب في شوارع عدن، ويقول: إن وحدات من الجيش اليمني قد تترك قتال الحوثيين وتتوجه لحماية الحكومة في عدن
وقال الموقع أن هناك تحذيرات من انسحاب وحدات من الجيش الذي يواجه الحوثيين إلى عدن من أجل حماية الحكومة. وأضاف الموقع: تجنب سكان عدن الخروج للشوارع فيما انتشر قناصة لاستهداف المقاتلين من الطرفين، واستمرت القوات المؤيدة للانفصاليين استخدام تعزيزات عسكرية إلى عدن التي تحولت إلى مناطق مواجهات بين الطرفين. لكن أكثر ما أثار مخاوف أهالي عدن هو، وفقا لشهود عيان، اعتلاق قناصة أسطح المنازل في خور مكسر وتوسع منطقة الاشتباكات إلى كريتر. ويؤكد تقرير الموقع: يقاتل الجيش اليمني في الجبهات ضد الحوثيين، فيما قوات مثل الحزام الأمني الموالي للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات اقتصر حضورها على عدن. وفي هذا الشأن قال مصدر حكومي لوكالة رويترز إن جنودا سيتركون جبهات يقاتلون فيها الحوثيين في مناطق أخرى من البلاد، وسيتوجهون إلى عدن إذا لم يتمكن التحالف بقيادة السعودية من كبح جماح الانفصاليين. وقال المصدر: القادة العسكريون الذين يقودون المعركة في الجزء الغربي من اليمن طلبوا من السعودية والإمارات التدخل لوقف القتال في عدن، وإلا سيضطرون للانسحاب من جبهة القتال والعودة إلى عدن لمساعدة الرئيس هادي والحكومة. يتابع موقع المشاهد نت مجريات المعارك ضد ميليشيا الحوثي في تعز، ويعنون: سقوط آخر تمركز عسكري لجماعة الحوثي في مديرية الصلو. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية بتعز سيطرة قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء 35 مدرع على أهم آخر معقد الحوثيين بمديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز بعد السيطرة على عدة مواقع خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. وأوضح القيادي في الجيش الوطني ناظم العقلاني للمشاهد أنه تم تحرير تبة المنيا وقرية الحود وسوق الشرف وبيت القاضي وصولا إلى مدرسة النجاح، أهم معقل جماعة الحوثي في نقيل شرف الصلو وآخرها. ويتابع الموقع: مديرية الصلو تعد من أهم جبهات القتال بتعز، حيث سيتمكن الجيش من خلالها التقدم نحو المناطق الجنوبية والشرقية للمحافظة. حرب على الهامش في عدن تتصارع فيها قوى داخلية وخارجية لبسط نفوذها ويدفع السكان ثمن هذا الصراع، فيما تخسر المدينة أمنها وفرصها في التعافي. هكذا كتب فاروق الكمالي عن الأصوات غير المسموعة، مستشيدا بما كتبه العديد من بنات وأبناء عدن المحاصرين في منازلهم. مع اقتراب المواجهات من حي أكتوبر بخور مكسر، ساد الهلع والخوف في أوساط السكان، وفي كل عمارة تجمعت العائلات بدرج العمارة فيما مسجد الحي يناشد بمكبرات الصوت وقف القتال. يدفع المدنيون الثمن ويحول صراع المناصب حياتهم إلى كابوس يعيشون بين الأمل والرجاء، ووسط الخوف يترقبون رصاصة تنهي حياتهم ومدفعية تحول منزلهم إلى أنقاض. في صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي تسمع صوت الناس بصعوبة وسط كم هائل من الإشاعات والتسريبات التي تبثها أطراف الحرب عن سيطرتها. لكل طرف جيش إلكتروني موازن، وليس للمواطنين جيش وصوتهم يصل خافتا وموجعا. كتبت وردة بغضب: ضرب عشوائي، لا يعرفون أين يقصفون، الله ينتقم منهم. وتساءلت زهرة: هل نهرب أم نظل بالبيوت؟ ردت عليها مها: البيت أفضل، أمس عائلة كاملة ماتت لأنها حاولت الهروب. قالت خديجة: إن أخ صديقتها طالب في الصف السادس قتل برصاصة طائشة وصلت إليه في بيتهم، يعرف الناس أنه صراع سياسي وأنهم ضحية. كتبت أسماء: كل واحد منهم أسرهم في أمان، سواء الحكومة التي بالسعودية والانتقال بالإمارات، والشعب هو المتضرر. وقال أحمد: أين صوت العقل؟ أوقفوا هذه المهزلة، الناس هم ضحايا الصراع، مجرد أصوات خافتة وغير مسموعة على هامش حرب هامشية، ويعيشون حياة معلقة وفي فوهة البندقية. قال موقع سبتمبر نت إن صفقة تبادل أسرى بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية نجحت في محور بيحان بمحافظة شبوة، وأفرج بموجب الصفقة عن 241 أسيرا ومختطفا مناصفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية الحوثية. وقال ضابط في اللواء 26 أمريكا سبتمبر نت لصحيفة سبتمبر نت إن صفقة التبادل نجحت في الإفراج عن 120 مختطفا من أبناء بيحان وجثة شهيد
قضى تحت التعذيب، فيما أفرجت قوات الجيش بالمقابل عن 120 أسيرا حرب من الميليشيا الانقلابية تم اعتقالهم في ميدان المعارك. وأكد أن الصفقة تمت بتوجيهات من القيادة العليا في الجيش الوطني وقيادة محور بيحان بقيادة اللواء الركن مفرح بحيبح، وبمشاركة قيادة الألوية في المحور وقيادة المقاومة الشعبية في جبهة بيحان، وفاء لأبناء بيحان ونعمان وناطا. من جهته قال قائد ميداني في جبهة عسيلان: اليوم تكتمل فرحة بيحان بإطلاق المختطفين الذين اختطفتهم الميليشيا الحوثية من منازلهم ومن محلاتهم التجارية ومن الطرقات والأسواق. بهذا الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. قال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات. الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام وفي مناطق مختلفة من محافظة الجوف. أهلا بكم من جديد. تواصل الصحافة السعودية متابعة حالة التمرد في عدن، حيث عنونت صحيفة الرياض: التحالف العربي سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن. وقالت الصحيفة إن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أنه وإلحاقا لبيان سابق بشأن الأحداث التي تجري في مدينة عدن وما نتج عنها من إخلال بالأمن والاستقرار وسقوط عدد من الضحايا المدنيين، وقد راقب التحالف بكل أسف خلال اليومين الماضيين عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة من التحالف بهذا الشأن، وعليه فإن التحالف يطلب مجددا من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فورا وإنهاء جميع المظاهر المسلحة. وتضيف الصحيفة السعودية: يؤكد التحالف أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن، كما يدعو التحالف جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية على رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث. وصفت صحيفة القدس العربية المواجهات المسلحة في محافظة عدن جنوبي اليمن بأنها دخلت مرحلة خطيرة، بحيث تحولت إلى حرب شوارع في وسط مدينة عدن. وحملت الحكومة المجلس الانفصالي مسؤولية وتبعات هذه الأحداث، وقال مصدر رسمي للقدس العربي إن المواجهات المسلحة استؤنفت بعد ظهر أمس بين الميليشيا الانقلابية الجنوبية وقوات الحماية الرئاسية، وأن الاشتباكات امتدت إلى أماكن قريبة من المناطق المأهولة بالسكان. أوضح أن قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبد الرب منصور هادي اضطرت للتدخل القوي لحسم المواجهات ووضع حد لتقدم الميليشيا الجنوبية الانقلابية نحو معسكرات الدولة والمؤسسات الحكومية السيادية في عدن. وقال المصدر: القوات الرئاسية تتعامل بهدوء وضبط النفس تفاديا لسقوط ضحايا من الجانبين. وذكرت مصادر عديدة سقوط ضحايا من الجانبين في ظل تسابق الانتشار العسكري من قبل قوات الجانبين الحكومي والانقلابي في مناطق وأحياء عدن، بدءا من منطقة كريتر مرورا بخور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان وانتهاءا بالبريقة. وتتابع القدس: تقاسمت قوات كل طرف سيطرتها على بعض هذه الأحياء وتحاول السيطرة الكاملة عليها. تحضر أحداث يناير الذي لم تنسه عدن والذي ما زال دمه على جدران وقلوب أهلها، وهذه المدينة لم تغادر مربع الخوف من الرصاصة التالية. حسن عبد الوارث يكتب مقالا عن ما حدث سابقا ويضيف في بلقيس: لحظة اندلاع الموقف الناري صبيحة 13 من يناير عام 1986
لم نعد نرى ضرورة للتوقف عند السؤال الغبي، من الذي أطلق الرصاصة الأولى؟ لحظتها كانت هذه الوقفة ضربا من الترف السياسي مضروبا في 100 درجة من الحماقة العقلية، ولهذا لم تعد الإجابة عن ذلك السؤال ذات أهمية حقيقية في أي وقت لاحق حتى اللحظة. كنا قد أيقنا واتفقنا بعد واقعة 9 مايو عام 1985 أن من يطلق الرصاصة الأولى يعتبر مقترفا لجريمة الخيانة العظمى شكلا وموضوعا، لكن بعد سقوط كل ذاك الركام من الجثث خلال بضعة أيام صارت الخيانة العظمى ملتصقة بكل من رفع السلاح في ذلك اليوم والأيام التي تلت. ذهبت دماء القتلى هباء ريح، ولم يفقدهم غير ذويهم، أما رفاقهم من الفريقين فقد راحوا يحصون المكاسب والخسائر الخاصة جدا. ولأول مرة نعرف بأن قيادة الحزب والدولة في الجنوب من الفريقين لم تكن بنظافة جيب سالمين يوم رحيله. المتقاتلون اليوم في يناير الجديد لا يملكون طهارة الثورة ولا جسارة الدولة ولا تراث ذلك الحزب العتيد، هم يملكون أشياء كثيرة لا صلة لها إطلاقا بكل تلك القيم الرفيعة والمثل العليا والأهداف العظيمة، ولهذا ستكون دماؤهم أرخص من شرو نقير برغم أنهم لن ينزفوها، وإنما سينزفها غيرهم بالإنابة عنهم كالعادة. يناير الجديد ليس سوى إعادة إنتاج لفكر شائه ونفسية معتلة وقواعد أخلاقية منسلخة عن جذور الآدمية بكل معنى العبارة. يناير الجديد هو ذاته يناير القديم بأسماء وصور وصفات جديدة، لكنهم نحن وليسوا آخرين على الإطلاق. قال اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت اليمنية لصحيفة الشرق الأوسط أن حضرموت لا تخفي أي سجون سرية لدول التحالف العربي، مشيرا إلى أن مؤسسات حقوقية توجهت إلى سجن المركزي واطلعت على ما يتمتع به المساجين من حقوق حتى موعد تقديمهم للعدالة. وتحدث البحسني في حوار مع الشرق الأوسط عن ملامح المرحلة المقبلة التي رفعت شعار التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار الذي تتميز به حضرموت من غيرها أو عن غيرها من المحافظة اليمنية، كاشفا عن قرب الإعلان عن إنشاء صندوق لدعم الشباب. وأكد المحافظ افتتاح وإعادة تشغيل المطار في النصف الأول من العام الحالي كحد أقصى بعد تلقيه الضوء الأخضر من قيادة التحالف العربي، مشيرا إلى أنه تلقى وعودا كثيرة وصادقة من رؤوس أموال حضرمية في الخارج وشخصيات تجارية عربية وشركات بالقدوم قريبا إلى حضرموت للاستثمار. وعن تنظيم القاعدة قال المحافظ إن مدن ساحل حضرموت وفي مقدمتها العاصمة المكلا تم تطهيرها من عناصر القاعدة في إبريل عام 2016 في عملية نوعية أشاد بها العالم. أحصت الحكومة الهندية 21 مليون فتاة غير مرغوب فيها لأن الآباء يفضلون إنجاب الذكور على الإناث، ويعنون موقع البي بي سي 21 مليون فتاة غير مرغوب فيها بالهند. وجاء في تقرير لوزارة المالية أن الكثير من الزوجات يواصلن الإنجاب حتى يرزقن بمولود ذكر، وحذر القائمون على التقرير من أن ذلك سيؤدي إلى تناقص عدد الإناث في المجتمع مستقبلا، ودعوا إلى التفكير مليا في مسألة تفضيل الذكور في الهند. وكشف التقرير أن عدد النساء في الهند تناقص بعدد 63 مليون امرأة بسبب تفضيل الذكور على الإناث والإجهاض الانتقائي، وهناك أسباب اجتماعية وراء تفضيل الهنود للذكور على الإناث. وعن أسباب تفضيل إنجاب الذكور قالت البي بي سي إن أهمها انتقال الملكية إلى الذكور وليس إلى الإناث، وأن العائلة تدفع المهر لزواج بناتها، كما أن المرأة تنتقل إلى بيت زوجها بعد الزواج. ويضيف الموقع تنتشر ثقافة تفضيل الذكور أكثر في ولايتي بنجاب وهريانا، لكنها أقل انتشارا في ولاية ماغالايا، إذ وجد التقرير أن عدد الذكور في ولايتي بنجاب وهريانا 1200 مقابل 1000 أنثى في الفئة العمرية الواحدة. عن صباح اليوم التالي لسقوط صنعاء بيد الميليشيا الحوثية، وعن صباحات عدن وهي تذهب إلى ذات الطريق ونفس الطريقة، كتب مروان الغفوري في مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا في أجزاء منه. صبيحة يوم سقوط صنعاء غطت الصحف الإيرانية الحدث
مستخدمة العبارة نفسها التي ستستخدمها وسائل الإعلام الإماراتية في تغطيتها للأحداث في عدن: ثورة الشعب، المقاومة، الشعب، حكومة هادي والإصلاح الفاسدة، الحوار الوطني. حتى الجملة الأثيرة تم تأمين البنك ومؤسسات الدولة، نقلها الانتقاليون كما هي من قاموس الحوثيين صبيحة سقوط صنعاء. تتخيل العصابات الدولة انطلاقا من حسابها الفوضوي، فالعصابات بخلاف الأحزاب لا تخرج من الدستور بل تكتبه، ولا تستند إلى القوانين بل تسنها. تسوي المجال مجال كل شيء بالأرض ثم تعيد إعماره على عجل بطريقة بدائية لكنها شديدة الإحكام والعنف. لا يمكنك أن تركب دولة على كتفي عصابة. الجذور المؤسسة للعصابة لا يمكن أن تحمل معمارا معقدا وضخما كالدولة. قلنا هذا الكلام يوم سقوط صنعاء، وها نحن نعيده اليوم ونكرر: ما أظرف الحمقى لو كثرتهم. تعتمد السعودية على الاستراتيجية نفسها، إشعال النار في كل دول الجوار حتى تحس بالدفء والأمن. لا توجد دولة عاقلة تفكر بهذه الطريقة. النيران التي عملت على إشعالها منذ ثورة 21 من فبراير وحتى الآن حولت السعودية إلى دولة مارقة سيئة سمعة. وفوق كل هذا لم تعد السعودية دولة تخيف أحدا، لقد جعل منها الحوثيون مسخرة عابرة للحدود والإثنيات. لحظة عسير الكبيرة وهو يعلن انطلاق عاصفة الحزم قائلا: سيطرنا على الأجواء في 15 دقيقة ما عاد يتذكرها أحد. ثمة حقيقة بديلة ومتينة: 3 أعوام من الحرب على حدود مديرية كتاف. لن تنجو السعودية من مساهمتها في الحرب في اليمن، ذلك ما كانت تطمح إليه إيران بصرف النظر عن مرجعية تلك الحرب، وتخرج بوجه ملطخ بالعار والجريمة. أهم الأحداث كما وثقتها كاميرا مصورو صحيفة الجارديان استعرضها في جولتنا المصورة، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.